للي يتحروا السلام عليكم، للي يتحادوا ها الحبيب لا بني يلقى ولا عنده خبر، ها مسطره مثل ما كان. للي يتحروني هاك اليوم تعايس ترى ما تعايس. هاي عاد الحين استراحه محارب، الاستراحه محارب عاده تكون 10 دقائق، اليوم بنقلصها الى 3 دقائق. شو السبب؟ لانه ماشي وقت ظاهر بعد مخر اليوم. الامور طيبه وكل شيء زين الحمد لله. هذا الحبيب ها تفيزر، هاي تفيزيره، ان شاء الله سهيل عند الله، سهيل على الله، مسهل الله المسهل الله. الحين ركبنا الليمبون هذا متفيزر اتجاه البيت، اتجاه البيت يعني بكمل لفتي وما نخلص ان شاء الله بطال. اليوم فيه بعد خريريف صغيرون، صغيرون هاليوم ان شاء الله اذا رجعنا متحيين بنكملها، ما بنكملها بل بتبيبها وان شاء الله نبقى نكملها اليوم. صغيرون يعني ما بوايد عود، ترى ما شيء زود حر لين الحين، بعد حر ما شيء، يمكن شيء في نص النهار اكيد شيء حر، اللي بيصبح مبخور اكيد ما بيصبح حر، وانا منهم يعني هل يصبحون مبخورين، تراني منهم. انا ابوي اصلي الفجر وارقد، شو السبب؟ متقاعد تراني، حد يتحراني انا خير عنهم، لا انا ابوي شراتهم، اختكي مثلكي مستحيل اكون غيرهم. يعني وقت النشي نشيت وما قصرت، كنت انشي ابوك من قبل لذانات، وحين خلاص عاد بسألي قاعدوني يا ليت ما قاعدوني. قلنا لهم ابوي بعدني في مز وغزل في قو، تو هو بادي ما طاعد، ترى الاشاره حقي ها تحروني انا اطوف لي الاشاره، الاشاره خضراء وحق إيه. السلام عليكم. السلام فتنتني بالتلع، السلام عليكم زاق. الجو حرام ين براد ولا نقطة عرق طاحت مني، لأن احنا من الساعة 6 وفوق الجو رهيب. وهديم الشباب قالوا خالد بلاك ما تصور لي على الممشى التراب هذا اللي جاي، اللي جاي بتن الهويات الغرابي، هاي الغرابي يومتي يا بت الغربي يومي اشارات يطب البقع كلها بالتربات، يعني اشارات السهيلي لازم. قلت له ابوي لازم يوم بيل هو شويه صبروا عليهم هل بالبلديه، انا ابوه الليل هو يت اربع حبات تراب يطفون لك ابوي، باهم صبر شويه كم بيوبلون مساكين ورمضان وتعب وغربال وليتم فرحموا، انا ابوه انتم مره على الصراط المستقيم، لازم تصبرون شويه كن فيكون. انتوا قاعدين اشكى من المطلقه، اشكى من المطلقه، تبون الدنيا كلها تلق ما يستوي شيء، ترى ابوي عوامل طبيعه، شيء هويات وشيء امطار وشيء رطوبه وشيء ساعات يطهف يكسر الدنيا كلها، تبون بلحظه واحده كله ينخم، انتوا نظفوا بيوتكم قبل يا مكثر تنقيماتكم. ابوي هاي بلاد عوده، بلاد عود ما شاء الله ما تنقصه، لو يبولهم مليون آدمي يشتغلون ما بيوحي لهم في جيل يا رب ارحم ينظفون الدنيا كلها. بشركم اني وصلت الحد يا الجنة خير، الله ما شاء الله خير. نعم انزين ما يندر ابنه ودرت احسار له الناطورة، وانا ابوي هنا خذ الله يغرب لك غرب الويك غرب الله تطاوس بغيبني خبط على وجهي، هل أرب الله تكمقباك تلعني في التليفون ما تعطاش وجم ما نخلي شيء. والدي بسألك سؤال، في ذمك في ذمك انت تصوم صوم بالله عليك ما شاء الله رياضة وما تسكت. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ كيف انتم؟ انا مشتل ابوي محمد بن زايد، الحين تقريبا عدال وزارة الداخلية، وساير ابوي ميلس عبد الله بن عبد الرحيم القديسي، وكل يوم اليوم ابوي هناك والشباب كلهم من صفوة شباب هالبضبي كلهم يعني يتجمعون من عقب التراويح، يا غير انا شوي اخر تراني اسير النادي وتحيدون شيبكم يتسحب وحده وهنتين. الأمراض أبوي اليوم تأكدت السفرة،
السفرة حق وين؟ أذربيجان اللي هاي عاصمة باكو. أنا هالبلاد ما تديتها، وإن شاء الله اني بسير لها وبوافيكم. يقولون كل أنواع مكسرات فيها، شو عادة؟ وأنا عاد غرامي المكسرات، وإن شاء الله بوافيكم بكل ما هو جديد، وأعطيكم تغرير تحيدون عادة هنا، تحيدوني أنا ما دين ولا بيع بالسلف، ولا عندي وحدة وهنتين، إنسان صريح ما عندي لا لف ولا دوران. بخبركم أبوي، إن الله جعلنا من الحيين، بخبركم أبوي بالبنت وبنت البنت، كان هالبلاد زينة تراني طريت لكم، وكان هالبلاد تعيب العرب كلها، أو إنها تعيب نسبة كبيرة من العرب. بعد بخب أنا تحيدوني، ترى ما تصلح لي الصوالح، وما بكل شيء يوز لي، ما يوز لي إلا الزين، واللي يوز لي هنا يوز حق عرب وايد من اللي مستواهم الوسط، اللي حالهم من حالي يعني. وأنا يعيبني المكان الهادي النظيف اللي ما فيه مغثل، اللي ما فيه قرقعة، اللي ما فيه حشرة، واللي ما فيه لوات هاي الأشياء. واللي أهم عن هذا وهذاك اللي فيه نسبة الأمان تكون وايد كبيرة، نسبة الأمان هاي أهم شيء. واحد ما يفتش بعمره إلا بالبلاد، ما يفتش بعمره إلا في البلاد اللي في أكثر ما يكون فيها الأمان. الأمن والأمان هذا أهم شايتين، ما عدا ذلك كل شيء ملحوق عليه. وإن شاء الله أني بوافيكم بالمستجدات. قال لك أنا السيرة يعني 4 أيام، بنسير الأربعاء والخميس، الجمعة والسبت، بيسدن بيكون، والباقي على الله. والله كل اللي ساروا الشباب كلن يمدحها، وكلن يثني ويشكر عليها، وكلن يمدحها يعني، ما حد وهالبلاد ما حد سار ليا وهو يشكر عليها. وأكيد أنا بتوزي لي، أنا هبغير عن العرب، أنا لشرات العرب. هي والله ما شاء الله يا الميل، اسم التشلين عين خلق الله ما خلق. هالسيائر كلهن هناك، كلهن السيائر في الميلس، ما شاء الله عليك يا عبد الله بن عبد الله. وده أنا وصلت الحين من أظهر إن شاء الله برمس وياكم من الله راد. أول الله نسيت بالخير كلكم. الحين عبادش كم؟ حوالي 40 دقيقة على الأذان، وإن شاء الله نبرون شوية. الأول العيد من المستحيل حد يسافر الحين، يعني ما زال يعني جليل اللي يسافرون، لكن في ناس يسافر رقم كبير يعني في الأعياد. في وطري أنا هات السنين يعني في الثمانينات وأواخر السبعينات يعني، وين الرحلة تكون؟ شيء رحلة بحرية اللي هي الأول نسير مغرق. مغرق هاي وين الفرضة حينه اللي تودي الصير وتودي دلمة البرها، شيء قصار عود كم كبره، كبر اليبل، كبر بناية تقريبا 8 أدوار قصار هذا علي وفوق تانكي كم كبره. وهالقصار ما زال لين اليوم، وخلق الله تصير وتعني وتكش تكش. الأول شيء كشتات هناكي، الحين أشوف شبت دونه استوت محمية وعازمة السيرة هناك محظورة يعني، لكن اللي بيصير أظني بيتكشت، وهذا ما ينكر حال، ما أعتقد أنه ممنوع، لكن أنه يعني أعتقد للي بيبني ممنوع، إنما اللي بيصير بيقيل ولا بيبات ولا بيتكشت ولا بينصب له خيمة ولا، هذا ما أعتقد ممنوع. وكنا ساعات نسير هناك عطلة المدارس 15 يوم، ما شيء مكاين كهرباء أبدا، أخيام كم بعد لكم عاد اللي كانوا يسيرون، كنت أسير وياهم هاتش الأيام كلهم الله يرحمهم على كلهم، قوم حيات وحيات وحيات وحيات، باجين 3 أو 4 منهم اللي هاك الأيام اللي يسيرون، لكن كانوا هم عمارهم بالـ60 وأنا 15 عمري، تخيلوا كلهم كانوا ييراننا يعني، كلهم اليران تم حين تعمل العيال يعني، وعيال العيال موجودين، لكن لبهات ليدود كلهم ماتوا. لا والله ترى ما بواحد، تامين اثنين، واحد من قوم الصلهوم والثاني مريخي، ما بطري اساميهم عادة، ما طريتهم تحفظ لان ما في عقب يقولون شو ليش تطري شوابنا تتوحاهم، ما في. المهم السيرة شو تكون؟ اللي يميز السيرة هاي الاكل، الاكل عبارة عن شو؟ 3 وجبات، شو هن؟ سمعتوا بنت غدا سمك وعشاء سمك، لكن من استويتوا سمعتوا ريوق سمك، الحين بخبركم شو السالفه. الريوق يكون سمك
في الليل قبل المغرب شوية يبون السمكان هل بالطراريد، أظهروا حق عشاهم وأظهروا أكبر هامور، الهامور العود مرة تحرى بنادم من كبره، هذا الهامور العود بيعزلوه، خلوه ترى يبونها تسحي خلونا لين يموت، من يصير ويموت ملحوه، ملحوه ملحوه خلوه على بليوت ولا شيات على كافة على ينب يعني آزم يصل ماه، ونازم كلنا متيامعين هاي الرمسة وقهوة وشاهي حليب وشاهي حمر وحالي، تعرفون شو الحالي؟ واليمعة هاي تكون عاد قرب الضوء، كان قيض ولا شتاء ضوء، الضوء من يد المغرب أزمة تهدر وندور دور مدارها. الحالي الله يسلمكم تكون يكون جرفة، الجرف العيدان هاي يخلونها بدال ما يحطون الشاهي الورق في الغوري يحطون جرفة، حطوا الجرف العيدان وخلوا الغوري يقرب الضوء، آزم يتهادر يطبخ يقول على عمره عدم مشير لازم يحطوا له شيرة نشرب مطر. يوم مرة خلصت الرمسة كلنا عاد بغير قد الحين وصلت الساعة كم؟ 9:30 هذا آخر حد للسهر 9:30 نشوا وسووا خندق في نص الميمار هذا كله، شلوا الحطب كان شيء حطب ولا شياته شلوه الحطيبات كامل ما خلوا الحطب بس اليمر، بحيث وخندق يكون شيء بطريقة أفقية سيد خط فيه بشيول سووا شرات الفلي في نص الميمار العود هذاك، نشوا أبوي عقب ويلغوا هاك الهامور العود هامور كم كبره يلغوه في نص الميمار كامل، نشوا عادوا دكوه بين يمر وملاله يمر وملاله ابدا غدا تحراه ميت ميت ومدفون، شفتوا شكل القبر ابدا يا غير قبر قبر بس قاصر انه شاهد بس قاصر انه شاهد ما غادي قبر. يوم ابوي عدي الصبح نشم الفير شبعانين رقاد من تظهر الشمس نحن كلنا واعين، نشينا ابوي اللي سبوح ترى في البحر ومغرق فوق الشيوخ حاطين تانكي يوردون التانكي هذا يبون الماء يوردون من وين يوردون له الماء ما اتذكر ما براي ما اتذكر وين يوردون له الماء التانكي هذاك، لكن ماشيين بيبات من مغرق لين الصير يوردون للماء ما اتذكر وين، لكن يمشون بيب من مغرق لين صير بنياس يغذي الصير هذا التانكي، وفي طرف التانكي هذا شيء ولف للي بيسبح للي بيتغسل من الحكومة مسوين الشيوخ الشيوخ ممريب يعني حق الكشات حق عابر الطريق اللي حد بيبندر ولا شيات ولا شيء ماء حق الوادم حق يشربون يعني. المراد نشينا حين الصبح خلاص يا معا والجماعة كلها نشعد أكبر واحد الله يغفر له توفى يا له الجنة، والله أني عندي له صورة منها. أنا عاد وصلت البيت لكن لازم أخبركم أكملكم الخريري فهاي انزين من سير وخلاص إلى سنت يا منعر حق الريوق انزين بكملكم عاد السالفة حينه عاد فيزرت حينه في البيت عاد حين ما أخذ راحتي انزين أول ما ينشعد عودهم أكبر واحد فيهم يعني الجنة يظهرون يدقدقوا بحثوا الملالة خوزوا الملالة وخوزوا الرماد وخوزوا الإميرات شيء باجيات مرة ونشوا يابا يكون كافة الكافة هاي يعني عرض تقريبا 60 سنتي كافة عودة الكافة المقصود بها يعني بليوت قطعة بليوت لازم بليوت ما بصحن بليوت أهم شيء في الموضوع البليوتة هاي حطوها تحت الهامور هذا جلبوه أظهروا عادة أظهروا الهامور ما ترى الهامور مش حاطين له ألمنيوم ولا قرطاس لا بيلده روحه خلوا الهامور في طرف السناح ولا وين نحن جالسين ولا الحظيرة وين الحظيرة اللي جلستنا فيها يلغوه على صماط ولا وظهر أبوي صح هذا ريوقنا الصبح عاد من يدقون على ظهر الهامور من سليتة الظهر وين الشوك هذا من تمط شوك وحده ومن يمططون الشوك هاك اللي فوق هذا العظيمات هاللي فوق الـ وين الراس
هالعظيمات من يدقون دقتين شي بالحطيبه، بس من يطرون شوي وين اليلد هذا اللي من فوق اللي هاب ماله، يلد الهامور من فوق انفلق فلاق. شفت يوم تقشر موزه بالغه هالنمونه اوصف لكم، كانك تقشر موزه بالغه، يظهر الهامور كامل، ومن يظهر الهامور كامل عاده كلت لين تعتدل ضلوعك، تاكل شو ما بلي خبز بلي شياته، ويا شو تاكل السمك؟ سح وسمك. حد يتريق سح وسمك؟ هاك الايام نحن ريوقنا الرئيسي سح وسمك، شيء لا صار ولا استوى. عاد حينه العيال وعيال العيال كلهم يسمعون رمستي، كلهم حينه الاف شيء منهم يسمعون رمستي حينه، كلهم بيقولون اوه ما حد ياكل ابوي سمك الصبح، انف هاي قاصر، نحن ابوي مانداني اسمي تبود عليكم، هذا كله انا دريبه. اللي يحيدون هاليتم هالسير ويي هالسنين ويعرفوني زين ما زين، خلي يكلموني بخبرهم على البنت وبنت البنت، هذا ما يستوي ولا ما حد لشبد، لا يدودكم وابهاتكم وحتى ابهاتكم اللي بعدهم باجي لين اليوم، هذا ريوقهم دهر كنا وياهم. وايدين يعني باجين الحين من هاليتم هاي لها من زمان وايد رمسه، هاي يمكن من 40 سنه تقريبا او 35 سنه، يعني الموضوع شيء منهم وايدين باجين، عيالهم وعيال العيال وشيء من الابهات واحد او اثنين بعدهم باجين. الابهات شيء منهم والله عدد باجي. هذا الريوق وساعة دون ساعة ينشب في الغزل شيري، ساعة دون ساعة هاي السنين عادها بحين من زمان. هو ممنوع من استوت الدنيا، هو ممنوع نحن ندري بأنه، لكن ساعة دون ساعة هاك الزمان الأولي يا عيني، بعد ما نزلت قوانين منع، والمنع يعني هو من سنين المنع يعني موجود، لكن سبحان الله يعني عفى الله عما سلف، إن شاء الله أن رب العالمين بيسامحنا وسامحونا الحكومة إن شاء الله. كان حينه اللي بيصيد شيء من هالأشياء سجن هو وغرامة، ويتصادرون الطراد وبيعقونك في وين بيسم ضيع عياله. المراد ما بهاي هذا الموضوع، الشيري يسوون عليه حمسة ويسوون عليه مرقة ولا فوقة ولا كل شيء يتسوى عليه، ترى والشيري العود هذا ما في زود لحم بس إلا القرف هذا العود، اللحمة وين الضبع وين ضبوعه هايين هناك اللحمة، ويعليه الجنة أبو علوه أبدل، يقطعونه ويهرسون عليه في الليل، يبات أبوي المريال يطبخ. أنا ما قلت اسمه، قلت يعليه الجنة أبو علوه، مليون أبو علوه مستوى، ما شي أبو علوه إلا واحد، مليون أبو علوه يعليه الجنة. إنزين أبوي وتازم الهريسة على الضوء طول الليل وقرب الميمار، قرب الميمار يصبحون أبوي الصبح يضربون هالهريسة، هريسة عاد على شو؟ على الحمة شيري، على الحمة شيري حرام يتنشبها واجف، تنشبها واجف تتمايط. هذا الكلام ترى متى؟ من 35 سنة. التحرر البحري اليوم حد يصير يبلغ علي ويطيح الجريمة بالتقادم يقولون، وهاي الرحلة يسمونها الرحلات البحرية يعني هاك الأيام، والله ساعات أيام الإجازات وعطلة المدارس ساعات 14 يوم كاملة نكمل هنا. هاك الوقت ما كان في اجازات هالكثر، كان بس العطل العوده مات اخر المدرسه يوم يعطون لوادم الشهادات ثلاث شهور متح وحده، الاجازه الثانيه اللي هي 14 يوم نص في نص شهر واحد اظني، كانت اظني 15 واحد اظني. تتدركون باجي حينه؟ باجي يمكن 10 دقائق وبيذن وانا ولا لا 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 بس عليكم بنرمس باكر. تام عندي سؤال محيرني أسأله الجماعة، الحريم ما عليه لا حلة قوة، الحريم والبنات لا حلة قوة، ما شيء مشكلة بتوجه سؤال ولا شيات وحاطة منظر دلة ولا إيدار ولا وردة ولا شيات بتوجه سؤالها في شفاهي، ما شيء مشكلة. وحتى ومطرش اللي فيديوين مركز على إيدار، ما بحاطة الكاميرا على وجهه، لا حاطنها على الإيدار، وش يقوله؟ ما عرفتني أنا من زمان ما شفتك من هاي السنين وما عرفت صوتي، يعني خبروني هاش قبل أعرف صوتي الحين الرجال ليش يستحي؟ ترى تشوفني الحين بني آدم قدامك أرمسك تشوفني وأشوفك، يوم بتوجه هالسؤال شق الكاميرا جدا وجهك شو مشكلك يعني؟
انا ابغى اعرف شو سبب انك الحين بتوجه لي سؤال حقي انا مطرشنا على الخاص مش مطرشنا على العام؟ شو مشكلك؟ ليش ما تحط وجهك يوم بترمس؟ اتمنى اني اكون وصلت الفكره او مفهم مغزى سؤالي. اذا حد عنده تفسير غير ما اعرفه يخبروني. السالفه يا جماعه حين عقب جيتنا من المسجد وجلست وتميت اقرا المسجات اللي يمني مليون مسج، لكن والله بخبركم يعني في سؤال يعني محيرني، لكن الاول اول بادي تحريت اني يعني شرات النقمه، لكن طلع لا، اللي خلاني اتحرانا نقمه لان اللي سالوني عن الاسم هذا 90% منهم كلهم مواطنين، يعني كيف مواطن ما يعرف هالمعنى؟ كل اللي يتخبرون والله شو الشيري، شو الشيري، ترى قلنا لكم شو الشيري، قلنا لكم القرف وقلنا لكم الضبوع، هذا كله ما عرفتوا كيف يعني ما حد ما يعرف القرف؟ القرف هذا الظهر، ظهر مال الحمسه يسمونه قرف، والضبع الجمع الضبع ضبوع، الضبوع هاليدين اللي من قدام هاي ها شي ها اليدين هاي جدها اللي شيها اللي في الضفور هاي اللي يسمونه ضبوع، هاي يتيدف بهن الحمسه، العوده يسمونها موره الانثى، العود من هي وسط يسموها حمسه عادي حمسه، من استوت الدنيا يقولونها حمسه. انزين الانثى العود اللي حجمها عود سموها موره، اسمها موره، والذكر اسمه ذكر الحمسه يذكرونه، لكن يوم يغدي عود مره كم كبره سموه شيري. انزين الانثى العود اسمها موره والذكر العود اسمه شيري. انزين فهمي ولا انا فهمي الحين؟ وهذا الشيء صاير قبل 35 سنه، الحين وضحنا وهبي حد يصير يبلغ علي؟ من الحين خبرناكم هاي جريمه يحاكم عليها القانون، لكن ابوي انا هاك الايام اولا عمري 15 سنه ما يلحقني اللوم، وثانيا اللي وياي كلهم ماتوا، يعني يلي جالس تصطاد في الميه العكره هاك الايام انا اعتبر قاصر، لو زخوني بيحطوني في الاحداث من هاك السنين، واللي كانوا يصيدون الحمس هاك السنين كلهم ماتوا ابوي تامين، الحين عيال عيالهم وعيالهم شيء منهم كبار بعد شوبوا محيسين الحين. بقول لك كان الجريمه بعد تورث، يعني اذا الابو سارق يزخون الولد هاي مصيبه. يمكن بعد زي يلا بس عليكم عاده، يلا تصبحون على خير. هي والله بس اخر مره، الى اللقاء بكره ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين.